نعرفوا لي شركة تونسية للكهرباء والغاز ونسمعوا برشا انه عندها مشاكل مادية بالجملة توصل حتى للمليارات خلينا نقولوا، لكن في المقابل نعرفوا اللي فما اكثر من 11,000 موظف تقريبا ما يدفعوش في الاستهلاك نتاعهم او على الاقل يدفعوا في تعريفة منخفضة، شنو رايك؟ والله شركة الكهرباء والغاز انا الوالد راهو الله يرحمه كان في شركة الكهرباء والغاز، اللي في بالي به وقتها لي زونسيان كلهم جماعة النقل وجماعة السونات، جماعة النقل وجماعة ستيك، هذوك عندهم الضوء بليش، كيما توا جماعة سي ان اس اس اللي قاعدين اللي يخدموا في سي ان اس اس كيف كيف، ما فماش لافيلياسيون نتاعهم، همش قاعدين يعملوا في لافيلياسيون، هذه مشكلة وكارثة وعلى ظهر التوانسة، وهي علاش هي باش ضربت هي ستيك والكل، بون عدة وزارات مش قاعدة تخلص، البلديات مش قاعدة تخلص، هذه مشكلتنا راه، وفما سرقة الضوء هذا كيف كيف. هذه مشكلة كبيرة ياسر في تونس، بعد الثورة الناس كلها تسيبت والناس كلها ولات تفك وتخطف وتعب. ساعة باش نبدا لك بالنقطة بالنقطة. النقطة الأولانية نتاع الاستهلاك نتاع ستيك. وقت الإنسان يجي فاتورة، صدقني مثال أحكي لك علي أنا تجيني فاتورة، والله ما نعرف شنو هو الفاتورة كيفاش، تقديري ما نعرفش، نجي تجيك 200، 250، 180، نجي نقرا ما نعرف حتى شيء. وحاجة ثانية يا رسول الله، تو يجي واحد يثقل على المواطن، أنا تو باش نحكي بصفة عامة، يجي يثقل أنت على المواطن الفاتورة، ما تجيوش تاخذوا رولوفي، يلزم كل يا خويا تذشر تجي تاخذوا رولوفي، هما ما يجيوش ياخذوا رولوفي، تجي تقديرية، فما عباد ما تعرفش راهو، تجي تقديرية، ومن بعد شي وقت باش يمشي يخلص، يقول له يا ولدي كيفاش؟ يلقى بعد الفاتورة ضربة للسماء، ما هو كي ما تخلصش التقديرية. وما باش تزيد هي فهمني، ومن بعد يجي يعملوا رولوفي يلقى الفاتوره ماشيه تقديري، اي تقديريه كي تاخذوا رولوفي اخي تحملها انا 11,000 فهمني، هما امورهم هنا هاني يا ستاك بلاش، هما المتوظفين غاديكا 11,000 ولا ما نعرفش قداش، هما بلاش ياخذوا، ماهموش في المواطن البسيط. اول حاجه هي هو قطاع خدماتي بامتياز، اول حاجه القطاع الخدماتي هذا بامتياز اللي نورمالمون كيقدم لك خدمه تكون على نفس القيمه نتاع الفلوس المدفوعه، معناها بالمقابل، معناها مقابل الخدمات هذه لازم يكون نفس الجوده نتاع الفلوس اللي باش تدفعها. دو ان دو دو استيق اليوم في تونس ثم برشا اضطرابات بقات على نظر على 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 السرقات نتاع الضوء نتاع الناس ما تخلصش والتهرب واسافار ثم ناس تسرق البوتوات ديريكت ما عندهمش حتى معنا لا حسيب ولا رقيب، لكن استيق اليوم في تونس معاملات لي شيفر اللي تعمل فيهم مع الـ مع الـ مع الشعب مع 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 زيادات في الكيلوات تاع الضوء زاد في ظرف 5 سنين زاد 4 مرات، في المقابل ثم خدمات متهرئه جدا وصلنا في درجات حراره 55 و57 و58 اللي في تونس اليوم يقص الضوء ب8 و7 سوايع، معناها ما عادش تحكي لي على انتاجيه ومردود ومقابل مادي للخلاص. نورمالمون ثم مساواه الناس الكل كيف كيف، احنا نخلصوا الضوء وهم يخلصوا، على الاقل يخلصوا ان بارتي من الكونسوماسيون، على الاقل الشارج اللي تكلف اللي تكلف لهم في الديار نتاعهم. هما تلقاه يحلوا اللي شاف السريكت عندهم 3-4 كونتور وشوفوا بلاش والدنيا بلاش، معناتها يستهلك تنجم عائله في ستاك اكثر من 10 عائلات عاديه. هذا خطا وخلل ويحدث اضطراب في ميزانيه ستيك ودين على الدين، يفترض هو موظف كبقيه الموظفين، يعني الموظف في السوناد ما يدفعش الماء، موظف في ستيك ما يدفعش الضوء، موظف في ديوان الزيت يعطوه الزيت، هي والموظف في التعليم والموظف في الطيران والواحد، معناها كل واحد والموظف في سكاك الحديد يمشي يهز الفوسفات، هذا عمل غلط وكمواطن كيفو كالمواطنين ويخدم ويدفع إذا الشركة من مربيح تعطيهم في آخر العام من الأرباح هذا من حقهم، أما أن يستهلكوا الضوء مجاني على حساب الشعب وهذا عمل غلط. 11,000 موظف مش برشا على برشا كونسوماسيون، هو عنده ما فونتاج باش بالك حتى باش ياخذ الضوء بلاش واللي كونتور بلاش والسكنه ومنحه سكن بلاش،
واللي فواتير سيرفيس بلاش وليسونس بلاش، معناتها حتى حد لا مفكر في تونس. المواطن التونسي البسيط يقول لك انا ندفع في دم قلبي فاتوره الستيك، صحيح نحرب روحي من ألف حاجه وندفعها الستيك، وفي المقابل فما ناس اخرى ما تدفعش. هذيك ماهيش غلطه المواطن يا لل، راهي غلطه الستيك. اليوم يلزم تقنين واعاده دراسه كبيره ياسر، خاطر راهو زاد حتى انت تمشي لدارك تكونسومي يعمل لك 200 واط من شنو ب 600,000 وتزيد عليهم لي جامبيز وليك 80,000 وروتار نتاع يعرفوا يعبوا كانت حدود التنفيذ والتنبيه فقط. انا داري بقات مسكره عام ونص، خلص زوز ملايين و400 وانت ما تستهلكش. وين ما نستهلكش، عايش في دار باب. باهي صافا من الاخر جاني واحد تاع ذو زوز ملايين و400 هاني يعني انا من الناس متضرين مستيك. مشيتش على الاقل؟ ما مانيش ماشي، مانيش ماشي ومانيش مستفسر. وعليه؟ اللي يجونا هزوها المنقاله كيك، خلينا نرجعوا لعشرة الحجري، نعيشوا مع الظلم. ما عادش باش نستفسر. ما عادش عندك الطاقة باش تعيش، خلي باش تستفسر. أنت اليوم ما عادش ليك، شوف راهو الظروف الكل في تونس تو غير مواتية أن باش نكونوا مواطنين عاديين. ما مواطن مدني بطبعه، نحن ما عادش مدنيين، نحن رانا ولينا في تونس، نمشوا نفيقوا نرقدوا، ناكلوا نمشوا نخدموا ونروحوا ما ثم شيء. شكون في تونس فضل في راس صار 100 دينار؟ مستيك والسنات والكنام وطر طر طر طر، شكون في تونس اليوم ينجم يعيش؟ تشد صف على الخبز، تشد صف على الحليب، تشد صف على السكر، تشد صف على الزيت، باش نمشوا للستيك وكماليات وواحد. اللي يسرق الضوء الكونسوماسيون نتاعو هذيك يخلصها المواطن، وال 11,000 الكونسوماسيون نتاعهم يخلصها المواطن. والله شوف كانوا كان انا عندي كانت فاتوره بتاع ماء كان نعرف ولا نجيبها لك غدوه، فاتوره ماء انا ماكل 3 متر كوب ما المتر ب 200 فرنك 6000 يتكلف 200 فرنك يتكلف 600 فرنك باعثيني 43,000 فاتورة ماء ونجيبها لك وتتفرج فيها فضايح ومأساة. الشركات قاعدة تفك في قاعدين يفكوا وقاعدين يشنجوا في العباد بالعاني ضد الدولة التونسية. أنا مرة مشيت للستيك يا خويا تشق في رولاف بتاع ستيك، إيش يقول لي ما عندناش خدامة، إي ما عندناش خدامة، تتحملها المواطن ما فماش خدامة باش يخذ رولاف، إيش يقول خذ رولاف نتاعك؟ يعني إيش تخليه المواطن هكاك في المهموطة في 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 المصاريف بتاع ستيك؟ ودي فما عباد تجي في الملايين. أي سيدي باش نحكي لك قصة، باللي باش نحكي قصة صارت لي أنا، جاتني فاتورة نتاع ستيك، مرة جات، تعرف قداش نلقى فيها؟ خلي المسؤول بربي يسمعني هذايا، قداش فيها؟ جات نلقى مليون و300، مليون و300 ما عنديش. مالكش أنت استهلكتهم؟ لا، هاو جاتك، مليون و300، شنو مليون و300 هذايا؟ نشوف والدار قاعدة مسكر. أنا ساعة كونجي مانيش غاديك في الدار، حصيلي باختصار مشيت للستاد. يا ولادي كيفاش هذيا مليون و300 دار مسكرة؟ قالوا لي شوف الكونتور. مشيت خذيت الكونتور، شنلقى أختي العزيزة؟ لقاو خذاو الكونتور نتاع جار واحد آخر، موش نتاعي أنا، خذاو الكونتور نتاع جار نتاع واحد آخر موش نتاعي. هزيت له، ما هو سمحني علاش كيفاش؟ إيه كيفاش نعمل أنا تو؟ إيش يقول لك تو نخلصوا بشوية، شنو نخلصوا بشوية بشوية؟ شنو هي الخدمة هذية؟ شنو هي الإدارة هذية؟ شنو تخلص؟ تو تاخذ رولوفي غلط نتاع جار واحد آخر وتقول لي إيش تو نعمل إقساط تخلص بشوية؟ تو الكلام هذا نولي كيفاش؟ حصيلو ما خلصت، حصيلو خذيت رولوفي نتاعي أنا وخلصت اللي نستحقه أنا. احنا نخلصوا الاذاعه والتلفزه معناتها فيكس، وما فهمتش شنو اللي عطات اضافه مثلا الاذاعه والتلفزه. انت مواطن تونسي تفهم الفاكتور كي تجيك؟ لا نفهم حتى شيء، نفهم كان تقديريه والا رفع العداد وقتاش وكا معناتها عمل لي ديتاي ما يعرف حتى شيء. حتى كانت تمشي يقول لك خلص هذه ومن بعد كان ثم حكايه ونشوفوها المره الجايه ريكلامي بعد السنة وكهو. نحكيو فما عقلية عنا نسمعوها ديما حتى في ديارنا، مثلا كي أم تلقى ولادها مش علينا الضوء ولا حاجة تقولوا يا أخي بوك يخدم في ستيغا. فعلا هذا شنو في المخيال الشعبي، ومشى في اللاوعي أن الفستاقي يستهلك ويشعل الليل ونهار، وهذا صحيح. يعني مع احترامنا اليوم هم كوادرنا ومهندسينا وإطاراتنا ويتعبوا في العواصف في الرياح في الاضطرابات الجوية
وبصراحة نحيوهم، أما أن يرجعوا في الحالة هذه كيفهم كيف المواطنين. بالمعقول باللوجيك معناه شريك نحكيه عليه يقول لك ستيك فالسة، ستيك عندها مشاكل مادية كبيرة، ما نجمتش، مسالة في برشا فلوس، وأم باراليل الموظفين نتاعها ما يخلصوش. هي توا قاعدة تطالب كان في المواطن العادي باش يخلص، والناس اللي هي تعطي في الوزارات الأخرين، كان تصير كومبوساسيون مع عند الوزارات الأخرين، وكل واحد يخلص خوه. تو الفلوس تدور في بعضها، هي البيدجي تاع لي تا معناتها امورها مريقلت ولي امورنا مزيانه في تونس. اما هو شنو يطفي الضوء على معناتها نقول احنا على وزاره الشؤون الدينيه، يطفي الضوء على وزاره التربيه، يطفي الضوء على معناتها شكون غادي يخلص؟ خلص كان البريفي، حتى لي سوسيتي ايزاج ايتاتيك قاعدين ماهمش يخلصوا، دونك معناتها كل شيء ماشي على المواطن وعلى البريفي. الشركه فعلا هي تعاني من ديون، تم ادارات ومؤسسات ووزارات ما تدفعش مثل صندوق الضمان الاجتماعي ما يدفعوش، الناس كل لازم تدفع الا المواطن الفقير هاو استقل. المفروض تسحب هذه التغطيه كلها على موظفيها وكوادرها وتعطيها للسكان الريف والفقراء. نبدو 20 مثلا سكان الريف والفقراء والعائلات المعوزه نعطوها حد محدود مجاني، ليش نعطوها ياخذ فيها 3000 و4000 و2000 و5000 دينار نعطوه الضوء بلاش؟ هذا عمل غلط. شبيه قبل 2011 ما كانتش خاسره، شبيه وينهم بيرسونيل؟ وين الناس كلها تكرك؟ الناس كلها قاعده تشتري طونس، قاعدين ماهمش قاعدين يخدموا، ناس الف ناس بانديه قاعده تخدم بانديه كي ستيك كي سونيت كي الناس كل شركات يحبوا يطيحوا تونس، بخاطر ربي تونس ما تطيحش. بطبيعه الحال ما نعموش لانه فما ناس قاعده تخدم. قلت كان مانيش نعمم، فما عباد اللي يحبوا يطيحوا تونس. فما ناس يقولوا انه هذا القانون قديم ويلزم مراجعته ويلزم الناس كل تولي تدفع. طبعا لابد من مراجعه قوانين لا تنسجم مع مصالح الشعب، يلزم تلغى وتراجع، ليس التنزيل سماوي. يراجع هذا القانون وترفع هذه الامتيازات تسحب نهائيا، ما عادش من حقهم الكلام هذا. مثل مواطنين العمل الغلط هذا التثقيل، مثل السوناد، مثل الشركات اللي تعطي بامتيازات، عمل غلط كيفهم كيف الشعب الكريم. ما يخلصوا باش يوليو هما بيدهم يقتصدوا، ما عادش يوليو يفيوا الضوء كيك.